كما أكدت الفنانة مونيا رئيسة لجنة الفنون في حزب الجيل الديمقراطي أهمية دور الثقافة في تشكيل الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وشددت على الاهتمام بتراث مبنى الإذاعة والتلفزيون باعتباره صرح كبير يضم أعمالا فنية أسهمت في تشكيل الوعي. أهم ملف جايبينه النهاردة نتكلم فيه وهو مصنع النجوم التلفزيون المصري، ونرفع له شابوه ونحترمه كلنا، هو اللي ربانا وهو المصنع الحقيقي اللي بيقدمنا وهيفضل يقدمنا، وتراثه السري اللي موجود اللي محتاجين جدا ان احنا نهتم بيه، سوشيال ميديا نهتم بيه من جميع الجوانب اللي المفروض في هذا التطور تكون موجودة. فأنا جاية مع حزب جيل الديمقراطي كرئيس لجنة الفنون ان احنا بنقدم ملف وبنحاول نقدم الموضوع من خلال القوى الناعمة ومن خلال الإعلام والثقافة ودورها الهام جدا في تشكيل والحفاظ على الهوية الوطنية.